السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن أدوية شغالة سيلكتيف على الأدرينيرجيك ريسبتورز. هنتكلم عن أدوية شغالة سيلكتيف على البيتا 1 والبيتا 2، سيلكتيف على الألفا 1 والألفا 2. حلقتنا النهاردة مليئة بالأدوية اللي هنشوفها في الصيدلية والأدوية المهمة اللي لازم نعرفها. تعالوا بينا نتابع حلقة النهاردة، أتمنى إن الحلقة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دهشان حسن دهشان، وجي معدنا في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي بنسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهاردة بعنوان Selective Adrenal Receptor Agonists، يعني هنتكلم على أدوية Selective شغال على ريسبتور معين لها استخدام معين، السايد افكتس بتاعتها تبقى نتيجة عن هذا الاستخدام، بخلاف طبعا الحلقة الماضية لما تكلمنا على أدوية Non Selective زي مثلا الابينفرين لما قلنا ان هو بيشتغل على الالفا 1 والالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2 ريسبتورز، لذلك كان ليه كذا استخدام، لذلك قلنا ان السايد افكتس بتاعته هتبقى كتيره عشان الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته العديده. هنا بقى نبدا نتكلم عن ادويه سيلكتيف. يبقى حلقتنا النهارده يا جماعه مليئه بالادويه، من الحلقات المهمه جدا اللي احنا نعرفها واللي هنشوفها في الصيدليه بكميه كبيره. تعالوا بينا نبدا حلقتنا النهارده. هنبدا باول ريسبتور معانا هو البيتا 1 ريسبتور. هنتكلم على السيلكتيف بيتا 1 ادرينو ريسبتور اجونيستس. هنتكلم عن دواء مهم ان احنا نذاكره كويس في حلقتنا النهارده، هو الدوبيوتامين. الدوبيوتامين ده عباره عن سينثيتك كاتيكولامين، يعني ما هوش موجود في جسمنا او احنا بنصنعه بره، وعباره عن كاتيكولامين يعني الاستراكشر بتاعه فيه الكاتيكول نيوكلس اللي هي حلقه بنزين وفيها 2 او اتش جروب. الدوبيوتامين ده هو عباره عن بري دومينانتلي بيتا 1 ريسبتور اجونست، يعني في الغالب او بنسبه كبيره جدا ممكن نقول مثلا فوق ال 80% شغال على البيتا 1 ريسبتور، يبقى ما هوش بيور سيلكتيف. بيزود الهارت ريت طبعا عشان شغله على البيتا 1، بيزود الكارديك اوتبوت. يعني ايه كارديك اوتبوت؟ يعني الستروك فوليوم اللي هو حجم الدم اللي بيتم ضخه في النبضه في عدد الضربات، يبقى حجم الدم اللي بيتم ضخه في النبضه في عدد الضربات ده بيطلق عليه اسم كارديك اوتبوت. طيب ويز فيو فاسكولار افكتس، طبعا علشان هو ما هوش بيور او ما هوش شغال ب 100% على البيتا 1، يبقى ممكن يبقى ليه نسبه بسيطه جدا من شغله على البيتا 2 اللي موجوده في السكيلت المصل عن طريق الفازودايليتيشن، فهيبقى ليه فيو فاسكولار افكتس. طب اللي بيميز الدوبيوتامين عن الادويه الثانيه اللي هي سيمباثوميميتك دراجز زي الابينفرين مثلا؟ اللي بيميز الدوبيوتامين عن الابنفرين هما الاثنين بيزودوا الكارديك اوتبوت، ولكن الدوبيوتامين هو ما هواش بيزود الاكسجين ديماند في المايوكارديوم. المايوكارديوم دي اللي هي الانسجه بتاعه الهارت. طبعا يا جماعه علشان يبقى النقطه دي واضحه شويه محتاج ان انا اقول لكم معلومه هنشوفها او هنشرحها بالتفصيل في جزء الكارديوفاسكولار سيستم. هنعرف يا جماعه في الجزء ده ان القلب بيضخ الدم لجميع الانسجه والاعضاء اللي في الجسم. طب مش معقول يا جماعه، او هل القلب ده يضخ للانسجه كلها والاعضاء كلها وما يضخش دم لنفسه؟ هيحرم نفسه من الدم؟ لا، القلب محتاج دم زيه زي الاعضاء اللي موجوده في مختلف في مختلف الجسم، فهو هيضخ للاعضاء دي كلها والانسجه دي كلها وهيضخ لنفسه. ليه هيضخ الدم لنفسه؟ لان هو محتاج اكسجين، الانسجه بتاعته محتاجه اكسجين اللي موجوده في الدم، فهو محتاج دم. طيب لما القلب ده يزيد شغله الكارديك اوتبوت او الهارت ريت بتاعه يزيد، معنى كده ان هو محتاج دم زياده او اكسجين زياده علشان يقدر يشتغل بطريقه كويسه، علشان هو الهارت ريت بتاعته زادت او الكارديك اوتبوت بتاعته زاد. يبقى الدوايين دول الدوبيوتامين والابنفرين الاثنين هيزودوا الكارديك اوتبوت، يعني الاثنين هيزودوا شغل القلب. طب القلب لما زاد شغله بقى محتاج اكسجين كتير، قال لك ان الدواء ده الدوبيوتامين ما بيخليش القلب يحتاج اكسجين او ما بيبقاش زياده واضحه في احتياج القلب للاكسجين، بخلاف الابنفرين ان هو بيبقى لما القلب يشتغل الكارديك اوتبوت يزيد يبقى الاكسجين محتاج اكسجين كتير جدا. تمام، ده الميزه عن الادويه اللي هي سيمباثوميميتك زي الابنفرين. طيب اليوزز بتاعته، طبعا لما عرفت الدواء ده شغال على البيتا 1 يبقى انا المفروض هعرف اليوزز لوحدي. هيشتغل في الاكيوت هارت فيلر، فشل القلب اللي هو اكيوت في اللحظه الوقتي اللي بيحصل نتيجه كارديك سيرجري، يعني نتيجه عمليه جراحيه في القلب، فجاه كده القلب ابتدى يقف، لا هدول حقن الدوبيوتامين بسرعه علشان هو بيتا 1 فهيزود الكارديك اوتبوت ويبدا يشغل الهارت مره ثانيه. طيب بيحصل طبعا اكيوت هارت فيلر نتيجه السيبتك او الكارديوجينيك شوك، يبقى هو ليه نتيجه اللي بيستخدم فيه الاكيوت هارت فيلر بمختلف اسبابها زي ما بتحصل في الكارديك سيرجي او السيبتك او الكارديوجينيك شوك نتيجه البوزيتيف اينوتروبيك افكت. طب الادفرس افكت بتاعته بقى، الدوبيتامين اعراضه ايه؟ هايبرتنشن، تاكي كارديا نتيجه شغله طبعا على البيتا 1، فليب بايتس يعني نتيجه بيحصل في رياكشن في السكن او حساسيه او رياكشن كده في السكن في المكان اللي اتحقن فيه اي في انفيوجن، بيحصل نوزيا وهيدنج وانجينال بين. طيب
ينفع في بس حاجة كده او تحذير كده، ان الدواء ده يستخدم بحذر مع الناس اللي عندهم اتريال فيبريليشن. اتريال فيبريليشن ده نوع من انواع الاريزميا، طبعا لما نيجي نشرحها في حلقة الاريزميا هنعرفها كويس. يبقى ده نوع من انواع الاريزميا نتيجة ان هو بيزود الاي في كوندكشن، التوصيل كده حاجة كده اسمها اي في كوندكشن في الهارت هنعرفها بالتفصيل برضو، بيزودها فما ينفعش او يتخذ بحذر مع الناس اللي عندهم اتريال فيبريليشن. طبعا في ادويه طبعا شغاله على البيتا 1 غير الدوبيوتامين، ولكن ما هياش مهمه او ما يعني ممكن نعتبرها كمعلومات عامه في حلقتنا، ما يعني مش مهم ان احنا نحفظ الثلاث ادويه دول. عندنا البرنالتيرول وزاموتيرول ودينوبامين، دي حاجات كاردك ستيمولانت، يبقى حاجات هي ما هياش برضو مهمه او معروفه كويس وما لهاش براند نيم. طبعا هي عباره عن كاردك ستيمولانت بتشتغل بتزود شغلها على بيتا 1 زيها زي الدوبيتامين، وبتزود الكارديك اوتبوت والهارت ريت، ولكن الدوبيتامين من الحاجات المهمه ان انا اعرفها لانها ممكن ان انا اتسال فيها. طيب هنتكلم عن حاجه شغاله على الدي 1 ريسبتور، يبقى احنا كده بايه ماشيين الريسبتور ورا التاني. سيلكتيف بريفرال دوبامين ريسبتور اجونست اللي هو الدي 1، عندنا دواء مهم ان احنا نعرفه ممكن نتسال فيه. على فكره يا جماعه ده من الادويه اللي جات لنا واحنا في الكليه في امتحان شيت، فينول دوبام. الفينول دوبام ده عباره عن اجونست للبريفرال دوبامين دي 1 ريسبتورز، يعني انا بتكلم على الدي 1 اللي موجود في البريفرال. ليه بقى؟ لان الدوبامين ريسبتورز دي مشهوره عنها قوي او معروف ان احنا هنشرحها ان شاء الله في جزء السنترال نيرفس سيستم اللي موجوده في البرين بكميه كبيره، دي 1 ودي 2 والكلام ده كله. لا انا بتكلم بقى على الدي 1 اللي موجود في البريفرال، تمام؟ اللي انا هاخد دواء حقن بيشتغل على الريسبتور ده. الريسبتور ده احنا اتفقنا قبل كده هو موجود في الكدني، ولما بيتم بيشتغل عليه بيعمل رينال بلاد فيزز دايليتيشن، بيوسع الاوعيه الدمويه اللي في الكدني وبيعمل ليه فازو دايليتيشن افكت، وبيعمل دايروسيس نتيجه ان هو بيزود البلاد سبلاي للكدني. حاجه كده كيمستري بيقول لي ان الدواء ده عباره عن راسيمك ميكشر، فهو الار ايزومر بتاعه هو الاكتيف كومبوننت بتاعه هو الار ايزومر، دي حاجه كده ايه كيميائيه يعني. طيب الروتس اوف ادمنستريشن، احنا كل دواء بنقوله بنقول اهم حاجه فيه، مش عايزين نقعد نرغي كتير. طبعا احنا شو عارفين البيتا 1 والبيتا 2 والدي 1 والدي، اتكلمنا على الحاجات دي كلها في ان جنرال في الحاجات اللي في الحلقات اللي فاتت في النون سيلكتيف. احنا بنتكلم على ادويه سيلكتيف هنقول مميزات كل واحد عن التاني. طيب الفينول دوبام الروتس في ادمنستريشن، نحفظ اول حته دي او نقول نعرفها كويس، كونتينوس اي في انفيوجن اونلي، continuous IV infusion only. طب هنفسرها ونعرف أهمية الجملة دي. الجملة دي مهمة جدا، ليه؟ كلمة only دي هتفسر ان الدواء ده ليه extensive first pass metabolism، يعني بتكسر عن طريق first pass، يبقى ما ينفعش يتاخد oral، يبقى كلمة only لغت كلمة oral. ليه؟ لان هو ليه first pass metabolism. طب كلمة continuous IV infusion، الدواء ده ليه short half life elimination، بيخرج في خلال 10 دقايق، فلازم يبقى continuous IV infusion. يبقى الدواء ده ما ينفعش يتاخد اي في كده لوحده، ليه؟ لان انا لو خدته كده كل 10 دقايق هقعد احقن في المريض، يبقى انا هعلق له كانيولا انفيوجن ويبقى كونتينوس باستمرار. طيب هل هو هيقعد باستمرار قد ايه؟ قال لك جرعته كده او البيريود اوف ادمنستريشن فوق ال 48 ساعه، يعني مش اقل من 48 ساعه في الادلت، وفوق الاربع ساعات في البيدياتريك. يبقى لو بيدياتريك او ادلت، الادلت 48 ساعه وده اربع ساعات، يفضل شغال المحلول لمده 48 ساعه لو هو ادلت، لو هو بيدياتريك يبقى اربع ساعات. طب الميكانيزم في اكشن طبعا معروف ان هو الدي 1، يبقى ليه رابيد اكتنج فازو دايليتور، هيشتغل على البريفرال دوبامين دي 1 ريسبتور، هيعمل فازو دايليتور في رين بلاد فيزيت، فهيبقى ليه افكت اللي هو الدايوريسيس، ويبقى ليه افكت ان هو فازو دايليتور افكت. يبقى هيشتغل في ايه بقى او استخدامه هيبقى ايه؟ ينفع في الهايبوتنشن؟ لا، انت بتقول لي فازو دايليتيشن، يبقى هو يشتغل في السيفير هايبر تنشن في الهوسبيتالايزد بيشنتس، المرضى اللي هم في المستشفى فجاه كده عندهم راح المستشفى جه مقاس الضغط لقوا الضغط مرتفع جدا، قال لك ايه حل من الحلول؟ ان احنا نديله فينول دوبام ونعلق له الكانيولا، لو هو ادلت هيفضل المحلول متعلق له فينول دوبام لمده 48 ساعه عشان نعالج الحاله دي. الدواء ده هنشوفه في الحالات الطارئه في المستشفيات في الطوارئ. طب ليه سايد افكتس هيديك فلاشنج ديزنس نتيجه الفازودايليتيشن، نوزيا وتاكي كارديا نتيجه ده كله نتيجه الفازودايليتيشن؟ طيب ليه تاكي كارديا؟ معلومه برضو عايز اوضحها لكم، ليه تاكي كارديا؟ هو الدواء ده بيشتغل على البيتا 1 عشان يعمل لي تاكي كارديا؟ تاكي كارديا يعني زياده في عدد الضربات؟ لا، مش بيشتغل على البيتا 1. طب ازاي عمل تاكي كارديا؟ التاكي كارديا هنا بطلق عليه اسم ريفلكس تاكي كارديا نتيجه الفازو ديليتيشن. انا عندي كده اوتوماتيك سيستم يا جماعه بين الهارت وبين البلاد فيزلز، البلاد فيزلز بيحصلها فازو كونستريكشن فازو ديليتيشن، والهارت بيزيد عدد الضربات وبيقل عدد الضربات. في هنا اوتوماتيك سيستم علشان يتحكم في البلاد فيزلز، لو حصل فازو ديليتيشن يبقى البلاد بريشر قل، ضغط الدم انخفض، معنى كده ان الهارت
نقول للهارت زود الهارت ريت شويه علشان نعالج انخفاض ضغط الدم ده، فيجي يرد عليه بريفلكس كده يقول لك تاكي كارد، ريفلكس تاكي كارد نتيجه الفازو دايليتيشن. والعكس لو حصل فازو كونستريكشن القلب نتيجه طبعا الاوتوماتيك سيستم ان حصل فيه فازو كونستريكشن، فالقلب يقول لا خلاص طبعا نتيجه البار ريسبتور والحاجات اللي اتكلمنا عليها، الحاجات اللي بتعمل كنترول في الهارت، هيبدا ان هو يقل في عدد الضربات، فهيعمل حاجه اسمها ريفلكس برادي. يبقى ريفلكس تاكي كارديا لو حصل فازو دايليتيشن، ممكن يحصل ريفلكس تاكي كارديا، ريفلكس برادي كارديا لو حصل فازو كونستريكشن. يبقى تاكي كارديا والبرادي كارديا كريفلكس هنا ما هوش دايركت افكت، لا ده ناتج عن افكت تاني بيحصل في البلاد فيزلز. ده كده باختصار المعلومه اللي انا كنت عايز اقولها لك. يبقى احنا كده اتكلمنا عن دوين دوبيوتامين فينولديباب من الادويه المهمه جدا اللي احنا لازم نعرفهم كويس. تعالوا بينا بقى نتكلم عن ريسبتور اخر، هنتكلم عن مستقبل اخر هو الالفا 1 ريسبتور. هنتكلم عن ادويه سيلكتيف الفا 1 ادرينو ريسبتور اجونيستس. هنتكلم عن الفينايل افرين اللي هو بقى كبير العيله او رئيس العيله. الفينايل افرين ده موجود لوحده كده في براند اللي هو بريفرين اطرا ده لوحده، ولكن الدواء ده مهم جدا لانه موجود ككومباينيشن في ادويه ثانيه، فالدواء ده من الحاجات المهمه اللي نعرف شغلها كويس. طيب الفينايل افرين ده بيشتغل دايركت على الالفا 1 ريسبتور وبيحصل له اجونست افكت، فبالتالي يعمل اكتيفيشن للريسبتور، فهيحصل فازو كونستريكشن نتيجه ان الالفا 1 ده مينلي موجود في البلاد فيزلز، فهيحصل فازو كونستريكشن. الفينايل افرين ما هواش كاتيكولامين، فبالتالي مش هيتكسر بالكاتيكول اورثوميثايل ترانسفيريز انزيم اللي هو الكومب، لان الكومب ده بيكسر الكاتيكولامينز، فهو ما هواش كاتيكولامين، فبالتالي هيبقى ليه لونجر ديوريشن اوف اكشن عن الكاتيكولامينز الثانيه. ليه فازو كونستريكتور افكت، فهيزود البلاد بريشر. ملوش افكت على الهارت لانه ما بيشتغلش على البيتا 1 اللي في الهارت، ولكن لو اتحقن هيعمل ريفلكس برادي كارديا. ليه بقى؟ لان الريفلكس برادي كارديا هنا زي ما احنا قلناها في الدواء اللي فات بتنتج نتيجه ريفلكس ميكانيزم او اوتوماتيك ميكانيزم على ان الفازو دايليتيشن سوري الفازو كونستريكشن اللي بيحصل في البلاد فيزلز الهارت هيرد عليه ببرادي كارديا، فبيطلق عليه ريفلكس برادي كارديا، وده بيحصل لو الدواء ده تم استخدامه عن طريق الحقن. طيب استخداماته ايه؟ اول استخدام هاي بوتنشن في الطوارئ طبعا والمستشفيات. ليه؟ لان الدواء ده بيطلق عليه كده مصطلح فازو بريسور. فازو بريسور ده بيطلق كمصطلح على اي دواء ليه فازو كونستريكشن افكت، فده من ضمن الحاجات الادويه اللي بيطلق عليها اسم فازو بريسور نتيجه ان هو بتحقن في المستشفيات طبعا للناس اللي عندهم فازو دايليتد شوك اللي هو شوك نتيجه الفازو دايليتيشن. وطبعا الناس يفضل لو حد عنده الشوك دي ونتيجه عنده هارت ريت زياده، فده هيعمل طبعا هنحقنه، فلما يتحقن طبعا هيعمل دايركت افكت على البلاد فيزلز، فهيعمل لها فازو كونستريكشن، فهيعالج الهايبوتنشن وهيعالج الهارت ريت الزياده عنده نتيجه الريفلكس برادي كارديا اللي بيعمله، فهيقلل الهارت ريت. طيب تاني استخدام للفينايل افرين مشهور جدا، ولكن هيستخدم ككومبينيشن في الهيمورويدز اللي هو البواسير. مرض البواسير يا جماعه هو عباره عن خلل في الاوعيه الدمويه في منطقه الشرج. ليه بقى الخلل ده؟ يعني ايه خلل في الاوعيه الدمويه سواء الدوالي او البواسير؟ عباره عن مرض قصور في الاوعيه الدمويه. قصور معناها خلل في الوظيفه. وظيفه الوعاء الدموي ان هو عند في ربنا خلق كده الاوعيه الدمويه فيها الاستيسيتي، خاصيه الانقباض والانبساط، فازو كونستريكشن وفازو دايليتيشن. طالما الوعاء الدموي بيحصل له فازو كونستريكشن وبيحصل له فازو دايليتيشن فده سليم وكويس. لما يحصل له قصور معنى كده ان هيفقد وظيفته، فهيحصل له فازو دايليتيشن على طول. لما يحصل فازو دايليتيشن على طول فيه ويحصل له قصور، ده مرض لو حصل في اماكن معينه ممكن نقول عليها دوالي، لو حصل في منطقه الشرج بنقول عليها بواسير. مرض البواسير في كمرض لوحده كده هو ما فيهوش الم، او هو ما فيهوش الم يعني ما بيسببش الم، ولكن لما يحصل له كومبليكيشن يبقى البين هنا الهيمورويدس نوت بينفول اف نوت كومبليكيتد، يبقى هواش مؤلم لو ما حصلوش كومبليكيشن. الكومبليكيشن هي اللي بتخلي البواسير فيها الام شديده جدا، فبالتالي نلاقي الحاجات اللوكال اللي بتستخدم ككريمات او لبوس نلاقيها غالبا بتحتوي على حاجتين، ماده ليها فازو كونستريكشن افكت وهي الفينال افرين، وفعلا فعلا الدواء ده من الحاجات اللي بتخش في كومبينيشن كتير في الادويه اللي بتاع الادويه التوبيكال اللي فيه الهيمورويدز، وماده ثانيه لوكال انستيك عشان البين اللي بيحصل نتيجه الكومبليكيشن بتاع الهيمورويدز زي الليدوكاين، فنلاقي في كومبينيشن بين الحاجتين دول، فتلاقي الدواء ده من الحاجات المشهوره في استخدامه. تمام، ده ثاني استخدام. ثالث استخدام هو النيزل دي كونجستنت. الناس اللي بيجي لهم برد
في بيحصل في انفلاماتوري ميدييتورز كتيره بتطلع من الجسم زي الهيستامين. الهيستامين ليه فازو دايليتيشن افكت، فهيعمل فازو دايليتيشن في النوز فيحصل فيه رشح، الرشح اللي في الانف ده نتيجه الفازو دايليتيشن اللي في الميوكس ميمبرين. لو الدواء ده تم استخدامه مثلا لوكال في النيزل سبراي او ممكن يستخدم اورال، فهيروح للبلاد فيزلز اللي موجوده في النوز فيعملها فازو كونستريكشن فهيقل الكونجيشن، فبالتالي ده ممكن ان هو يستخدم في كدي كونجستنت دراج. ميدرياتيك افكت طبعا عشان هيشتغل على الالفا 1 اللي في الراديال ماسل اللي في الاي فهيعمل لها ميدريسس، فممكن يستخدم كاي دروبس، وممكن كمان يزيل الاحمرار بتاع العين. احمرار العين ده نتيجه الفازو دايليتيشن اللي في الاي، فلما يعمل فازو كونستريكشن احمرار العين هيقل وممكن الايتشنج تقل. السايد افكتس بتاعه الدواء ده هايبر تنشن تمام نتيجه الفازو كونستريكشن افكت، هيديك، نوزيا، فوميتنج. والهيدك متعلق بالهايبرتنشن، والنوزيا والفوميتنج نتيجه متعلقه بالدواء نفسه او شغل الدواء تاني او استراكشر بتاع الدواء تمام. طيب ريفلكس براديكارديا، ولكن لو استخدم في البارنترال فقط، يبقى الريفلكس براديكارديا بتنتج لو استخدم عن طريق الحق. نيجي نتكلم على ادويه اخرى تنضم للعيله، ولكن هو كبير العيله هنا اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل هو الفينال افرين. نتكلم بقى على ولاده او ولاده الصغيرين اللي هو العيله بتاعته. طب عندنا دواء اللي هو ميثوكسامين، نادر ان احنا نشوفه او ممكن مش هنشوفه، وده بيستخدم في انجكشن في تريت ومانجمنت بتاع الهايبرتنشن ونادر استخدامه. عندنا المايدودرين، ده برو دراج موجود جاترون، موجود في الصيدليه مشهور، ممكن نهتم بيه شويه. ده بيتحول الى، بيحصل له هيدروليسيس، بيتحول الى ديسجلايمايدودرين، ده من ضمن الاي او ده الاكتيف كومبوننت او المركب الاكتيف اللي بينتج نتيجه الهيدروليسيس بتاع البرو دراج اللي هو المايدودرين. المايدودرين ده اورال، بيستخدم اورال في علاج سيمبتوماتيك اور سيستاتيك هايبوتنشن. اور سيستاتيك هايبوتنشن ده اتفقنا ان هو الهايبوتنشن الناتج عن مريض لما يجي يقف او يقف من مكان قعد فيه فتره طويله فيحصل هبوط للدم، فالهبوط ده بيحس بيه في بيطلق عليه اسم هبوط في الدم، ولكن ما هوش مستمر، بيبقى اورثوستاتيك هايبرتنشن وبيبقى ليه اعراض طبعا، والمريض ده بيعاني من الموضوع ده باستمرار، فممكن هو يستخدم علاج زي ده. عندنا الميتارامينول، ده انجكشن بيعالج الهايبرتنشن اللي بتحصل نتيجه السباينال انستيزيا. السباينال انستيزيا ده نوع من انواع الانستيزيا، ممكن يعمل هايبرتنشن ويبقى اكيوت يعني في اللحظه في الوقت، فيتعالج بالدواء ده، وما هوش مشهور برضه. والدواء ده يا جماعه من ضمن الادويه اللي من ليه افكت تاني ان هو بيعمل ريليز للنور ابنفرين. طيب نتكلم بقى عن اربع ادويه عايزكم تعرفوهم كويس جدا وتحفظوهم كويس، لان احنا هنشوفهم كتير في الصيدليه. ايه هم الادويه دي؟ الادويه دي جمعناهم كده في عيله مع بعضها، وهم ليهم عيله طبعا مع بعضها. طبعا العيله دي مندرجه لعيله الفينال افرين اللي هو الفا 1 اجونست دراجز. هنتكلم عن اربع ادويه مهمين نعرف كده نطقهم: نافازولين، نافازولين، زايلوميتازولين، زايلوميتازولين، تترا هيدروزولين، تترا هيدروزولين، اوكسيميتازولين، اوكسيميتازولين. نلاقي كده نلاحظ ان كلهم اخرهم زولين، فده هيسهل لنا حفظهم تمام. زولين ده اخرهم ده نتيجه الاستراكشر بتاعهم الايميدازولين، نتيجه الاستراكشر ونتيجه للعيله بتاعتهم هم ديريفاتيف من الايميدازولين. طيب العيله دي بيطلق عليه اسم ده فازو كونستريكتور فازو كونستريكتور دي كونجستنت ديريفاتيف اوف ايميدازولين. يبقى هم عيله من ديريفاتيف من الايميدازولين ليهم افكت فازو كونستريكت، هم شغالين على الالفا 1 فازو كونستريكشن، واليوزس بتاعهم او المين يوزس بتاعهم كدي كونجيشن اللي هو مزيل للاحتقان، فده كده ممكن نطلق عليه على الاسم العيله ده. موجودين جدا بيطلعوا او تو سي كتير جدا كاي دروبس او نيزل دروبس او سبريز، لان هم بيعملوا كونتراكشن او كونستريكشن في البلاد فيزلز اللي موجوده في الاي وفي النوز، فهيقلل الاي ريدنس احمرار العين ويقلل الايتشنج وهيقلل الكونجيشن اللي موجود في النوز. طيب ده بالنسبه للعيد، فبالتالي هنلاقي بقى ادويه كتير، هنلاقي لها براندات كتير، وهنلاقي في من الاطرات دي او البخاخات دي هنلاقي منها كبار واطفال، فاحنا الميكانيزم عرفناه مش محتاجين نوضح اكتر من كده. عايز بقى اوضح لكم حاجه بخصوص دواء معين وهو الاوكسيميتازولين. الاوكسيميتازولين ده هنتكلم عنه بالتفصيل شويه، لان هو الدواء ده كده في بعض المعلومات. الاوكسيميتازولين اللي هو موجود في براند مشهور جدا اللي هو الافرين، سواء كان قطره او سبراي، ده دراج اوف تشويس في الابستاكسز. ايه هي الابستاكسز؟ في الحلقه اللي فاتت ما رحناش بعيد اتكلمنا ان الابنفرين او الادرينالين ممكن يستخدم في الابستاكسز اللي هو النوز بليدنج اللي هو نزيف الانف. نزيف الانف قلنا ممكن حد يفتح امبول او يشمها، ولكن الطريقه الصحيحه اللي انا هقولها لكم دلوقتي ازاي نستخدم الابنفرين في الابستاكسز. الابنفرين في الابستاكسز هنجيب امبول
ونخف ب 10 سم من ماء الحقن اللي احنا اتفقنا على التخفيف بتاع اللي بنفرم في الحلقه اللي فاتت هيبقى مخفف، هنجيب قطنه ونغمسها بالمحلول اللي خففناه من امبول الابنفرين ونحطها في في المكان او في فتحه من فتحات الانف اللي بيحصل لها البليدنج، اللي بيحصل لها نزيف تمام لفتره بسيطه، واحنا نروح شايلينها. هي طبعا هيحصل هيتوقف النزيف طبعا، دايركت افكت بتاع الابنفرين والبوتنت افكت بتاعه على الالفا 1 ريسبتور هيقف، ولكن ما هوش دراج اوف تشويس لان طبعا الابنفرين ليه شغل تاني وليه سايد افكتس تانيه، ولكن انهو دراج اوف تشوكس انهو دراج اوف تشويس في حاله الابيستاكسيس هو الاوكسي ميتازولين، نتيجه ان هو بوتنت عن العيله بتاعته او الثلاثه التانيين دول بوتنت افكت عنه في الالفا 1 ريسبتور. طيب ده بالنسبه للاوكسيميتازولين. الاوكسيميتازولين في الاوفر دوز ناس كتير جدا اتكلمت عنه في الاوفر دوز في العلاج باستمرار، لو حد استمر على الادويه دي لفتره طويله وخد جرعات كبيره فممكن يحصل حاجتين، هايبوتنشن. ازاي هايبوتنشن والدواء ده الفا 1 اجونست؟ هنقول دلوقتي. تاني حاجه سي ان اس ديبريشن، بيعمل الاثنين دول بيبقى ليهم كده افكت حاجه اسمها كلونيدين لايك افكت. كلونيدين ده اسم دواء هندرسه دلوقتي حالا بعد السلايد دي تمام. طيب هايبوتنشن وسي ان اس ديبريشن، نعرف كل واحده جت ازاي. الاوكسيميتازولين في الاوفر دوز والسستيند تريتمنت يعني لعلاج لفتره باستمرار وجرعات عاليه هيسبب الاثنين دول. الاثنين دول هيتسببوا ليه؟ لان الدواء ده وجد انه ليه افكت تاني على ريسبتورات تانيه غير الالفا 1، وجد انه ليه بارشال اجونست على الالفا 1 ريسبتور، سوري على الالفا 2 ريسبتور، يبقى هو كده كده فول اجونست او بوتنت اجونست على الالفا 1، ولكن ليه بارشال اجونست على الالفا 2 وليه بارشال اجونست افكت على الايميدازولين ريسبتورز، والايميدازولين ريسبتورز دي هنعرفها في الكولوندين الدواء اللي جاي نوع من انواع الريسبتورز. طب نيجي بقى نشوف الافكت بتاعه على الالفا 2 والايميدازولين ريسبتورز. على الالفا 2 البري سيناب طبعا اتفقنا الالفا 2 البري سيناب مش عايزين نقعد نعيد في المعلومه دي كتير، ان هي هتقلل الريليز بتاع النور ابنفرين لانها انهبيتوري موجوده في البري سيناب، فهتقلل الريليز بتاع النور ابنفرين من نيرف اندنج، فلما يحصل في البريفرال يقل الريليز بتاع النور ابنفرين هيحصل ديكريز في البلاد بريشر، هيقل الضغط، وهنا بقى الهايبوتنشن هيحصل. يبقى ازاي دواء شغال فازوكون على الالفا 1 بيعمل فازوكونستريكشن عمل هايبوتنشن نتيجه شغله على الالفا 2، وده بيحصل في الاوفر دوز والاستخدام المفرط في الدواء ده تمام. ده اول حاجه، يبقى فهمنا الهايبوتنشن جت ازاي. سي ان اس ديبريشن، الاكتئاب ممكن يعمل اكتئاب ازاي بقى؟ طبعا في الكلام ده في ابحاث اتعملت وكلام اتقال على الموضوع ده ازاي هيعمل اكتئاب. طبعا الاكتئاب طبعا لما نيجي ندرسه في جزء السنترال نيرف سيستم هنلاقي مثلا في نظريات بتقول ان الاكتئاب ده ناتج عن النور ابنفرين قليل وحاجه كده في البرين اسمها سيروتونين زيها زي النور ابنفرين عباره عن نيورو ترانسميتر بتقل. الاثنين دول لما بيقلوا بيقول ممكن لفتره طويله، لو قعدوا يقلوا لفتره طويله ممكن يعمل ديبريشن. قال لي ايه بقى؟ ان الدواء ده شغال على الالفا 2 ريسبتور اللي في البرين، ما هو سنترال بقى، هنا اتكلمنا على الالفا 2 في البريفرال، هنا بقى في البرين هيقل هيشغل على الالفا 2 وشغال على الايميدازولين ريسبتور. الاثنين دول لو حصل لهم اجونست افكت او بارشل اجونست افكت على التو ريسبتورز دول هيقلل النور ابنفرين في البرين، ولو قلل النور ابنفرين في البرين هنعرف ان هو لو لفتره طويله ممكن يعمل سي ان اس ديبريشن، وخاصه عند الاطفال، خاصة عند الأطفال الصغيرين شاف وجدوا إنه في حالات كتير كانت بتتعالج بأوكسيميتازولين بجرعات عالية لفترة طويلة حالات جالها سي إن إس ديبريشن. يبقى إحنا دلوقتي عرفنا معلومتين مهمين جدا عن الدواء ده، ممكن نادر جدا إن حد يبقى عارفهم. ده بالنسبة للأوكسيميتازولين. الأوكسيميتازولين يا جماعة بيعمل هايبوتنشن وسي إن إس ديبريشن في الأوفر دوز. طيب الأدوية دي الأربع أدوية دي عامة ممكن واحد يجي لك الصيدليه معاه قطره زي الاوتريفين اللي هي زايلوميتازولين، هو بيجي له على طول احتقان في الانف، بيقول يا دكتور انا بستخدمها بقالي مثلا شهرين ولا حاجه، استخدم في الاول اول 3 اسابيع كان شغاله كويس، القطره شغاله كويس، فروحت صيدليه ثانيه وجبت قطره ثانيه نفس النوع القطره فلقيتها مش شغاله كويس، يعني هو الدواء بيتغش؟ هل الدواء كده مغشوش؟ حاجه يعني ممكن اي صيدلي يتعرض لموقف زي ده، حد يدخل لك بقطره يقول لك انا بقالي شهرين بستخدمها، في اول شهر جبت علبه وكان كويسه جدا واستخدمها كويس، الشهر الثاني جيت خدت منك علبه مش شغاله معايا زي العلبه اللي فاتت، ايه اللي حصل؟ حصل بقى هتقول له بقى طبعا هو ممكن ما يفهمش الموضوع، بس انا عايز افهمك اللي حصل. اللي حصل ان حصل في حاجه اسمها ديسنسيتايزيشن للريسبتورز، والموضوع ده مشهور جدا في الادويه دي. يعني ايه ديسنسيتايزيشن؟
الراجل شغال بقاله شهر عمال يستخدم في الدواء، والريسبتور طبعا مش لسه بقى جديد، الدواء ده لسه شغال، الريسبتور شغال اجونست اجونست اجونست. فاكرين يا جماعه الدي سنسيتايزيشن اللي اتكلمنا عليها بيحصل حاجه اسمها داون ريجوليشن للريسبتور لو تفتكروا في الانترودكشن. طب الريسبتور الدواء شغال اجونست 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 افكت، فالريسبتور طول الشهر ده اجونست على طول باستمرار، فابتدى في الشهر الثاني او فتره ثانيه، انا كلمه شهر هنا تعبير يعني تعبير تعبير كده عشان نفهم الموضوع، لكن الموضوع ما هوش بالصوره زي ما انتم فاهمين، ولكن انا بوضحها لكم وبسهلها لكم بالمثال ده. فهيقل الريسبتور السنسيتيفيتي بتاعته هتقل الدواء، فبالتالي لما السنسيتيفيتي بتاعته تقل للدواء الايفكت بتاع الريسبتور او الدواء هيبقى قليل، لان الريسبتور مش شغال كويس زي الاول، فبالتالي الايفكت اللي بيحصل في السيل هيبقى قليل، فالفازو كونستريكشن اللي كان بيحصل في الاول هيبقى قليل عن اللي بيحصل دلوقتي. يبقى ننصحه بايه؟ ننصح المريض ده بايه؟ ان هو يقعد اسبوع مثلا، يقعد اسبوع يعمل حاجه اسمها دراج هوليدي، يعني يعمل فتره راحه للدواء، وقول له بعد اسبوع ريح ويشتغل تاني اسبوع تاني، او ننصحه بماده تانيه. ولكن لو نصحته بماده تانيه ممكن الايفكت يبقى يتحسن حاجه بسيطه، ولكن لو الايفكت يتحسن قوي لو ادينا له اسبوع من الراحه. دي من الحاجات المعلومات العامه اللي ممكن نشوفها في الصيدليه. كمان من المعلومات اللي اتكلمناها معلومات جديده جدا، ان ممكن الاوكسيميتازولين في الاوفر دوز يعمل هايبوتنشن وسي ان اس ديبريشن. تعالوا بينا بقى نتكلم عن ريسبتور اخر وهو الالفا 2 ريسبتور. ادويه سيلكتيف الفا 2 ادرينو ريسبتور اجونست، هنتكلم عن كبير العيله هنا، كبير عيله الالفا 2 اجونست هو الكلونيدين. الكلونيدين ده من احد الادويه اللي شغاله سنترال وبريفرال على الالفا 2 ريسبتور. سنترال لانه ليبيد سولوبل فبيعدي جوه البرين بلاد برين بارير وبيشتغل على الالفا 2 اللي موجوده في البرين. الكلونيدين ده من الادويه اللي موجوده من اكتر من 40 سنه لعلاج الهايبرتنشن، بتعالج الهايبرتنشن ده كاستخدام رئيسي للكلونيدين. ولكن هنلاقي ان الكلونيدين ده ليه كذا ميكانيزم وليه ميكانيزمات تانية في علاج امراض تانية، ولكن ده المرض او العلاج المشهور للكلونيدين. الكلونيدين ده موجود ببراند مشهور جدا كاتابريس كاورال بريبريشن وترانسديرمال بريبريشن. عايزين نوضح الفرق بين الاثنين. الاورال بريبريشن او التابلت بتاعه الكاتابريس بتتاخد مرتين في اليوم لعلاج الهايبرتنشن، ولكن الترانسديرمال بريبريشن اللي هو التي تي اس كاتابريس ترانسديرمال ثيرابيوتيك سيستم بيتاخد او بيبقى عباره عن باتش، الباتش بتتلزق مره كل 7 ايام، يعني مره كل اسبوع المريض بيستخدم واحد وان باتش كل 7 ايام، لان الباتش بيحصل لها ريليز لماده الكلونيدين كل يوم بالنسبه اللي بتخرج عن طريق الاورال، ولكن لمده 7 ايام بتحصل ريليز للكلونيدين. طب الميكانيزم بتاعه، الميكانيزم بتاع الكلونيدين ميكانيزمات كتير جدا وبيشتغل لانه بيعدي جول بلاد برين بارير وبيشتغل في البرين بكذا ميكانيزم، ولكن انا عايز اتكلم على ميكانيزمه في علاج الهايبرتنشن. ثلاث ميكانيزمات واضحه جدا، ان هو بيعمل ستيميوليشن للبري سيناب الفا 2 اللي موجوده في البريفرال، فهيقلل الكالسيوم الموجوده في النيرف اندنج، لان انهبيتوري افكت بتاع الالفا 2 طبعا الالفا 2 كابلد بالجي اي فهيحصل لها انهبيتوري افكت، فهيقل الكالسيوم، فهيقل النور بنفرين ريليز من النيرف اندنج، فهيقل بلاد بريشر. ده اول حاجه او اول ميكانيزم ل ان البلاد بريشر قل في استخدام الكلونيدين. طب تاني ميكانيزم هنا ان هو بيشتغل طبعا على بيعدي جوه البرين، فهيشتغل على الالفا 2 اللي موجوده في البرين. لما يشتغل على الالفا 2 اللي موجوده في البرين خاصه في السمباثيتك فازو موتر سنترز، المراكز بتاعه السمباثيتك اللي موجوده في البرين، هيعمل لها انهيبيشن لان الالفا 2 موجود فيها، فهيعمل لها انهيبيشن طبعا. فلما يحصل لها انهيبيشن هتعمل ايه؟ هيقل السمباثيتك اوت فلو، فهيقل النورابينفرين ريليز، كمان هيقل الرينين. الرينين ده من احد المواد اللي موجوده في الكدني اللي بتخش في باس واي كده، ان في النهايه خالص بيحصل فازو كونستريكشن. يبقى الرينين لما يقل الفازو كونستريكشن هيقل، طبعا الكلام ده نعرفه في الحلقات اللي جايه. النور ابنفرين لما يقل طبعا الفازو كونستريكشن هيقل، فهيقل البلاد بريشر. ده تاني ميكانيزم انه بيقلل البلاد بريشر. تالت ميكانيزم انه بيعمل ستيميليشن للايميدازولين ريسبتور اللي هو الاي 1 ريسبتور. ده بيبقى ليه افكت كده سمباسو انهيبيتوري اكشن، لو حصل اجونست على الريسبتور ده فهيقل البلاد بريشر. يبقى انا عندي البلاد بريشر قل بثلاث ميكانيزمات. طبعا الكلونيدين ليه ميكانيزمات ثانيه كتير في البرين، ولكن دي الميكانيزمات بتاعته علاجه كهايبرتنشن او بيعالج الهايبرتنشن. طب ايه هي استخداماته؟ الثيرابيوتيك يوزز بتاعت الكلونيدين طبعا استخدام الرئيسي جدا هو الهايبرتنشن، سواء بيستخدم لوحده او بيستخدم مع حاجات ثانيه انتي هايبرتنسيف دراجز ثانيه، خاصه الدايوريتكس زي الفيوريسومايد. تمام، ده الاستخدام الرئيسي ليه، ولكن في استخدامات تانية ان هو ممكن يستخدم في امراض تانية، ولكن الامراض التانية اللي هنتكلم فيها دي ليها ادوية سيلكتيف اكتر
ومور افكتيف اكتر من الكلونيدين، ولكن الكلونيدين ممكن ان هو يستخدم فيها، ولكن ما هوش حاجه رئيسيه في الامراض دي عشان نبقى متفقين. تمام، ايه هي الامراض دي؟ اول حاجه الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، بيختصروه ب ADHD. ADHD هو الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، ده مرض من الامراض اللي بتصيب الاطفال وفي جزء من البرين او شغله في البرين، وده من احد الامراض اللي هدرسها في جزء السنترال نيرفوس سيستم في الكلينيكال فارماكولوجي ان شاء الله لما نيجي نخش في جزء السنترال نيرفوس سيستم. ولكن علشان الناس طبعا تبقى فاهمه، علشان احنا لسه ما خدناش المرض ده واتكلمنا عنه بالتفصيل، ده مرض بيصيب الاطفال، بيبقى ليه شكلين، ممكن يبقى الطفل ده هايبر اكتيف ومتنشن ومتعصب وكل حاجه، وممكن يبقى الطفل ده يعني في المدرسه ما بيستوعبش كويس، قاعد لوحده منطوي ما بيتكلمش. وطبعا في كل حاله من الحالات بيبقى لها سيمبتومز لازم نحصرها في الطفل ده علشان نقدر نقول ان الطفل ده مريض بي اي دي اتش دي. قلنا ان الكلونيدين ممكن ان هو يستخدم في المرض ده، ولكن ما هواش علاج رئيسي للمرض ده، في ادويه ثانيه مفضله عن الكلونيدين. withdrawal symptoms، طبعا الناس اللي المدمنه للمخدرات والمورفين والافيونات والكحولات والبنزودايزيبين والسجاير والنيكوتين، فجاه المدمنين دول لو بطلوا الحاجات دي فجأة كده اتبطلت، والترامادول طبعا والحاجات دي كلها فجأة لو بطلوها هيحصل لهم أعراض هتظهر. الأعراض دي اسمها أعراض سحب الدواء، بنطلق عليها اسم withdrawal symptoms. الكلونيدين ممكن يعالج ال withdrawal symptoms دي، تمام، ده تالت استخدام. بروفايلاكسز في المايجرين اللي هو الصداع النفسي، بروفايلاكسز وليس تريتمنت. في السايكاتريك ديس اوردرز زي الاستريس والسليب ديس اوردرز، الهوت فلاشز اللي بتحصل في المينوبوز، الست اللي هي المينوبوز فوق سن الياس بيجي لها اعراض كده، من اشهر الاعراض دي هو احمرار الوجه، هوت فلاشز، ممكن الكلونيدين يعالجها. ممكن الكلونيدين يستخدم في تشخيص، يبقى هنا ما هوش استخدام علاجي، هنا تشخيص. الفايكروموسيتوما اللي هو تيومر في الادرينال مظله، الادرينال مظله اللي بتفرز نور ابنفرين وابنفرين، لو حصل فيها تيومر بتفرز كتير جدا ابنفرين ونور ابنفرين. قلنا طبعا في الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا ممكن نحن نشخصها عن طريق ان احنا بنقيس الفينايل مانديليك اسيد اللي هو الميتابولايت بتاع الابنفرين ونور ابنفرين في اليورين، ونشوف نسبته لو هي زايده يبقى المريض ده عنده فايكروموسيتوما. هنا بقى عندنا تيست تاني اسمه كولونيدين سبريشن تيست. مريض الفايكروموسيتوما ده بيبقى عنده ريليز بالنور ابنفرين والابنفرين. في الاول هنروح قايسين البلازما ابنفرين ونور ابنفرين، نسبه النور ابنفرين والابنفرين في البلازما، ونقيس النسبه دي، وبعدين نديله كولونيدين. الكولونيدين ده طبعا هنديله جرعه 3/10 مللي جرام اللي هي الجرعه الاورال، طبعا الاورال تابلت هنديها له، تمام، وبعدين نقيس له تاني نسبه الابنفرين ونور ابنفرين. الطبيعي، الطبيعي في اي شخص طبيعي ان الكولونيدين هيشتغل هيقل النور ابنفرين ريليز، فبالتالي الطبيعي ان النور ابنفرين هنيجي نقيسه هنلاقي نسبته قلت، لا هنلاقي نسبته زي ما هي، ما قلتش. معنى كده ايه؟ ان مريض المريض ده عنده مريض فايكروموسيتوما او عنده تيومر في الادرينا المضله، نتيجه ايه؟ نتيجه الريليز اللي بيحصل زياده على طول باستمرار للنور ابنفرين، يبقى الكلونيدين ما اثرش هنا وما قللش، يبقى اقدر ااكد ان ده عنده فايكروموسيتوما. ده بالنسبه للكلونيدين. السايد افكتس بتاعت الكلونيدين مشهوره جدا، سوري، اشهر السايد افكتس دي هي طبعا الكلونيدين من الحاجات اللي هي ليه مايلد سايد افكت، ولكن بيبقى ليه سايد افكت لو استخدم لفتره علاجيه مستمره او طويله. ليه حاجه، في حاجات مشهوره شويه وحاجات مش مشهوره. الحاجات المشهوره على حسب بالترتيب كده، دراي ماوس، يعني ايه بالترتيب؟ يعني هنا مثلا ممكن يحصل بنسبه 10%، هنا 8% كمثال، يعني هنا 5%، هنا 3%، يبقى ده كده بالترتيب دراي ماوس، دراوزنس، ديزنس، كونستيبيشن، سيديشن. ده من الحاجات كده بالترتيب زي ما احنا قلنا. حاجات بقى ضعيفه جدا، فتيج، هيدك، منتال ديبريشن طبعا نتيجه ان النور ابنفرين بيقل لفتره طويله، طبعا صوديوم اند ووتر ريتينشن. لذلك نلاقي الكلونيدين لو اتوصف مع ادويه ضغط، الكلام ده طبعا الكلونيدين حاليا الكلونيدين ما بتوصفش يا جماعه، وممكن ان احنا ما نشوفوش في الصيدليه، ولكن انا بتكلم على علاج بقى له 40 سنه من فتره تم استخدامه لفتره طويله جدا في علاج الهايبرتنشن، كان بيتوصف مع الحاجات الدايوريتكس، لان هو ليه صوديوم اند ووتر ريتينشن افكت. طبعا صوديوم اند ووتر ريتينشن افكت ده هو ضعيف، نادر قوي حدوثه، ولكن لو حدث التاثير بتاع علاج الهايبرتنشن هيبقى قليل، لان لما يحصل احتباس للميه والصوديوم في الـ في الـ في, الـ في الجسم طبعا هيبقى ارتفاع شويه في الضغط، وانا بستخدم الدواء ده اصلا عشان يقلل الضغط، فلو استخدموه بقى بيفضل استخدامه مع الحاجات الدايوريتكس، لان الدايوريتكس طبعا هيخرج نسبه الميه دي فهيقل الضغط، كمان هيعالج السايد افكت اللي بيحصل عند بعض الناس من الكلونيدين اللي هو الصوديوم اند ووتر ريتينشن. الكلونيدين ده كاتيجوري سي، يعني ما ينفعش يستخدم مع الحوامل، تمام. ليه كتبنا كاتيجوري سي؟ لان احنا هنلاقي دواء تاني دلوقتي بيستخدم في الحوامل هو كاتيجوري بي، يبقى ده كاتيجوري سي.
الويزدرول سيمبتومز بتاعت الكلينودين ازاي يا عم؟ انت قلت لي اصلا الكلينودين ده بيستخدم في حاجات الويزدرول سيمبتومز. هنا بقى في حاجه اسمها ويزدرول للكلينودين، عايزين نفرق بين الاثنين. الويزدرول سيمبتومز بتحصل لو الشخص ده بياخد ادويه بتسبب تعود وبتسبب ادمان، فجاه بيحصل له الاعراض اللي اتكلمنا عليها. هنا بقى لو الكلينودين، الشخص اللي بياخد كلينودين علشان يعالج ضغط الدم او عنده هايبرتنشن بيستخدم كلينودين بقى له فتره كبيره بيستخدم، ممكن فجاه وقف الكلينودين، هيحصل له برضه ويزدرول سيمبتوم. ولكن الويزدرول سيمبتوم هنا هتبقى خطيره شويه، هيحصل له سيفير هايبرتنشن. ليه؟ لان الكلينودين ما ينفعش المريض يوقفه فجاه، لازم يوقفه تدريجيا. ليه؟ لان الكلونيدين اتفقنا ان هو بيقلل السمباثيتك اوت فلو. لو المريض طبعا كل يوم بياخد كلونيدين كلونيدين، فالسمباثيتك اوت فلو كل يوم بيقل بيقل، فجاه وقف الكلونيدين معنى كده ان السمباثيتك اوت فلو هيحصل له هايبر اكتيفيشن وهيزيد بكميه كبيره. لو زاد هيحصل فيه هايبر تنشن. هنعالج السمبتومز ده والعرض ده بحاجه، بدواء بيقفل الالفا 1 والبيتا بلوكرز. يبقى الفا وبيتا بلوكرز مش هينفع ان احنا نعالجه بدواء بيتا بلوكرز بس والالفاز، لا احنا عايزين حاجه تقفل الالفا والبيتا ريسبتورز. ده اللي هي الحاجه دي مهمه جدا في الكلونيدين. يبقى الكلونيدين نعرف استخدامه، نعرف الثلاث ميكانيزمات بتاعته، نعرف ان مهم جدا مصطلح ان احنا ما ينفعش نوقفه فجاه، لازم يتوقف جراديوال عشان بيعمل ويزدرول. ده بالنسبه للكلونيدين. تاني دواء معانا هنا هو الالفا ميثال دوبا، بيختصروه ميثال دوبا. ده الفا 2 اجونست، بيشتغل في البريفرال والسنترال لانه بيعدي البلاد برين بارير. ده من الادويه يا جماعه المشهوره اللي احنا نركز عليها ونعرفها كويس. ده بيشتغل بيعالج الهايبرتنشن. طبعا الميكانيزم بتاعه، ميكانيزم اوف اكشن بتاع الميثال دوبا ليه ميكانيزمين، ولكن الميكانيزمات بتاعته او الميكانيزم بتاعه لم يتم معرفته بشكل 100%. الميكانيزمين اللي هنقولهم دلوقتي في الالفا ميثال دوبا هو عباره عن نظريات واضحه جدا، واوضح النظريات اللي موجوده في الميكانيزم بتاع الميثال دوبا، ولكن حقيقه كميكانيزم اوف اكشن للميثال دوبا هو لم يتم معرفته بشكل مؤكد 100%. طب اول ميكانيزم بالراحه كده علشان نفهمه كويس جدا. طيب الميثال دوبا ده بيخش جوه البلاد برين بارير، بيخش جوه البرين. في انزيم في البرين اسمه دوبامين بيتا هيدروكسيليز انزيم اللي هو الدي بي اتش. الانزيم ده بيحول الميثال دوبا الى او الالفا ميثال دوبا الى الفا ميثايل نور ابينفرين. الالفا ميثايل نور ابينفرين ده حاجه كده هقول لك، مركب اسمه مركب كاذب او مركب كذاب. المركب الكاذب ده اسمه فولس ترانسميتر، عامل نفسه بيبقى عامل نفسه نور ابينفرين ولكن ما هوش نور ابينفرين. يبقى الميثال دوبا اتحولت الى الفا ميثايل نور ابينفرين عامله نفسها نور ابنفرين. يبقى المركب ده عامل نفسه نور ابنفرين، ولما هو عامل نفسه نور ابنفرين هيعمل ايه؟ هيشتغل على الالفا 2 بقى اللي موجوده في البرين، ولما يشتغل على الالفا 2 اللي موجوده في البرين هيقلل السمباثيك اوت فلو، هيقلل نور ابنفرين ريليس، هيقلل رينين، هيقلل بلاد بريشر. شايفين الشغل؟ شايفين قلل البلاد بريشر، قل او ضغط الدم قل، نتيجه ايه؟ نتيجه لفه طويله. يبقى هو ما هوش شغال دايركت على الريسبتور، لا ده بيتحول بواسطه انزيم اسمه دوبامين بيتا هيدروكسيليز الى الفا ميثال نور ابنفرين. ده مصطلح كده بنطلق عليه اسم فولس ترانسميتر. طيب ده اول ميكانيزم. تاني ميكانيزم بيمنع انزيم او بيبقى كومبيتيتيف مع انزيم اسمه دوبا ديكربوكسيليز انزيم. لو تفتكروا الانزيم ده خدناه في اول حلقه في الابنفرين في البايوسينسيس بتاع الابنفرين، قلنا ان النور ابنفرين والابنفرين اصلا بيجوا من التيروزين، وبعدين التيروزين بيتحول الى ال دوبا، والال دوبا الى دوبامين. ال دوبا بيتحول الى دوبامين بواسطه انزيم اسمه دوبا ديكربوكسيليز انزيم. الالفا ميثال دوبا بيقفل الانزيم ده او بيمنعه، فبالتالي الدوبامين مش هيتكون. ولما الدوبامين مش هيتكون، النور ابنفرين مش هيتكون، لان النور ابنفرين جاي من الدوبامين والابنفرين جاي من الدوبامين، فالبلاد بريشر هيقل. وخلي بالكم ان الدوبامين هنا قل، لان احنا هنتكلم في الاعراض بتاعه الالفا ميثال دوبا السايد افكتس بتاعته، هنتكلم في اعراض ناتجه عن قله الدوبامين في البرين. طيب ثيرابيوتيك يوزز في الهايبرتنشن، ولكن هنلاقي الدواء ده مشهور جدا استخدامه في جيستيشنال هايبرتنشن او البري اكلامزيا. طبعا هيبقى في حلقه مخصصه للهايبرتنشن عند الستات الحوامل، ضغط الدم عند الست الحوامل. طبعا مشهور جدا الست الحامل ان هي في اثناء فتره الحمل بيجي لها ارتفاع في ضغط الدم. طبعا هيبقى من حلقاتنا في حالات الضغط في الكلينيكال فارماكولوجي في جزء الكارديو فاسكولار سيستم، هنتكلم عن حلقه مخصصه في الموضوع ده. هنلاقي ان الدواء الالفا ميثال دوبا ده من احد الحاجات اللي بتتوصف بكميه كبيره جدا، او دكاتره كتير جدا بيوصفوها في حالات ضغط الدم عند الست الحامل، لان هو كاتيجوري بي بخلاف الكلينيدين اللي هو كاتيجوري سي. لذلك احنا كتبنا الكاتيجوري بتاع الكلينيدين هناك عشان نعرف الفرق.
طيب، ولكن لو الست بترضع وكده يفضل ان احنا نستخدم الدواء ده بحذر شويه، لان هو بيعدي عن طريق الملك. ده بالنسبه للالفا مثال دوبا والميكانيزم بتاعه واستخداماته. تعالوا بينا نتكلم على الاعراض بتاعته. اعراض كتير جدا، ولكن احنا حاولنا ان احنا نختصرها بقدر الامكان. سمباثيك بلوكر سايد افكتس، نتيجه ان احنا قفلنا السمباثيك لانه قلل السمباثيك اوت فلو، فهيعمل بوسيورال هايبوتنشن في زي بوسيورال او اورثوستاتيك الاثنين زي بعض، فيلر في الايجاكوليشن، نيزل كونجيشن نتيجه السمباثيك اتقفل، سي ان اس مانيفيستاشن نتيجه بقى شغله في البرين بقى، هيعمل سيديشن دراوزنس ديبريشن باركنسونيان سيمبتومز او اعراض شبيهه بمرض الشلل الرعاش. نتيجه ايه بقى؟ ان الدوبامين قل. خلي بالكم قلت لكم لما الدوبامين يقل ايه اللي هيحصل؟ لما الدوبامين يقل هيزيد من هرمون اسمه البرولاكتين هرمون. البرولاكتين هرمون ده لما يزيد طبعا زايد نتيجة ان الدوبامين قل، هيعمل مشاكل في الرجال وفي السيدات. ايه هي المشاكل اللي بيعملها في الرجال؟ بيعمل حاجة اسمها جاينيكوماستيا، يعني بيعمل في الرجال كده حاجة اسمها بريست انلارجمنت، تمام، وبيعمل امبوتنس يعني ضعف جنسي، وجاينيكوماستيا نتيجة زيادة هرمون البرولاكتين في الرجال. اما في السيدات هيعمل حاجة اسمها جالاكتوريا، يعني افرازات اللبن في من البريست، وهيعمل حاجه اسمها امنوريا يعني ابسنس في المينستيرال سايكل في الفيميل. يبقى هيعمل حاجتين في الرجال وحاجتين في السيدات، وده ناتج عن ان الدوبامين قل، ولما الدوبامين قل البرولاكتين زاد، لان الدوبامين هو مسؤول عن ان هو يمنع خروج هرمون البرولاكتين هرمون، وده طبعا هندرسه في جزء من جزء الهرمون طبعا في حلقاتنا اللي جايه. حاجات تانية بيعملها، ممكن يعمل بون مارو ديبريشن وهيباتوتوكسيست، ولكن حاجات نادرة جدا وحاجات وتأثيرات ضعيفة جدا. ده بالنسبة للألفا مثال دوبا. هنيجي بقى نتكلم على حاجات، حاجة اسمها كولونيدين لايك دراجز. طبعا احنا اتفقنا ان الكولونيدين ده هو كبير العيلة، فلما يبقى فيه شوية أدوية جديدة كده تظهر وتطلع، يبقى الأدوية دي يقولك دي أدوية شبيهة بالكولونيدين، لأن هو ده الأساسي واللي أول دواء اكتشفوه واللي الكلام كتر عليه واللي أنت قلته لي وشرحته بكمية كبيرة. يبقى أنا لما نيجي ناخد أدوية جديدة كده نقولك إيه؟ أدوية شبيهة بالكولونيدين. أول حاجة هنا من الأدوية دي هو دواء اسمه جوانافيسين، طبعا مش هنشوفه او مش ممكن ما نشوفوش في الصيدليه. ده دواء ظهر كده وكان بيعالج الهايبرتنشن طبعا، وسوري بيعالج الاتنشن ديفيست هايبر اكتيفيتي ديس اوردر اللي هو اي دي اتش تي، وبيعالج برضو الهايبرتنشن. ده بالنسبه للجوانافيسين، تمام. دواء تاني جوانابينز، ده بيعالج الهايبرتنشن. عندنا دواء اسمه ابرا كولونيدين، ده شغال على الالفا 2 وكمان ليه تاثير على الالفا 1، بيستخدم في الجلوكوما ثيرابي، ولكن هنا بيمنع الانترا اوكلر بريشر، يعني هو بيستخدم غالبا في لما حد بيبقى في عمليه جراحيه او كده وحصل ارتفاع في الانترا اوكلر بريشر مفاجئ، فبيستخدموا الدواء ده. يفضل جدا استخدامه في الحالات دي لو الارتفاع في الانترا اوكلر بريشر نتيجه ان هو بيقلل الارتفاع المفاجئ ده في الانترا اوكلر بريشر. عندنا البرايمونيدين. برايمونيدين ده من الحاجات اللي عايزكم تركزوا عليها من الادويه اللي قصادنا دي، لان موجوده ببراند اسمه الفا جان قطره، ده من الحاجات المشهوره، يمكن بعض الناس اللي بتسمعنا شافت القطره دي. برايمونيدين ده عباره عن الفا 2 اجونست، طبعا بيعالج ايه؟ بيعالج الاوبن انجل جلوكوما والاوكلر هايبرتنشن، لان هو طبعا شغال على الفا 2، لو استخدم توبيكال فهيقلل السايكليك انزيم مونوفسفيت، فهيقلل انتاج الاكيوس هيومر من السيلري بودي. ده بالنسبه للالفا جان، ولكن احنا عملنا ابديت للدواء ده. الدواء ده يا جماعه وجدنا ان في 2013 حصل له موافقه ان هو يستخدم كتوبيكال ابلكيشن بنسبه 33% في علاج الفيشل ايريسيما والروزيسي، لان هو بيعمل ناروينج في البلاد فيزلز. طبعا الناس اللي عندهم ايريسيما احمرار في الوجه او الروزيسي، ده طبعا من احد الامراض اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في جزء الدرماتولوجي، وجدوا ان الدواء ده لما يستخدم بالتركيز بالنسبه دي كتوبيكال بيعمل ناروينج بسيط جدا في البلاد فيزلز، فبالتالي ممكن ان هو يستخدم لعلاج الحالات دي. طب عندنا دواء تاني من الحاجات المشهوره اللي انا عايزكم تركزوا عليها في الصفحه دي، يعني انتوا لو ممكن تركزوا على الدواء ده والدواء التاني ده اللي هو اللوفوكسيدين. اللوفوكسيدين ده موجود ببراند مشهور ديتوكسيدين، ده في مصر موجود بالبراند ده، مشهور جدا ومن احد الادويه اللي بتطلع بكميه كبيره جدا للناس اللي هم عايزين حصل لهم withdrawal symptoms، اللي هم الناس اللي كان مدمنين ترامادول او مدمنين مورفين او اي حاجه من الحاجات اللي بيسبب الادمان، لما بيحصل لهم withdrawal symptoms من الحاجات اللي بتتوصف لهم مع الادويه طبعا الثانيه، لان هو بيتحكم في الاعراض اللي بتظهر، هو الديتوكسيدين من احد الحاجات اللي هي شبيهه بالكولونيدين. طبعا هو المفروض ان هو بيستخدم في علاج الهايبرتنشن، ولكن استخدامه مشهور جدا زي ما قلت لكم ان هو بيعالج السيمبتومز بتاعه الهيروين والاوبيات withdrawal symptoms او الديبندنس اللي بيحصل ده.
اتكلمنا طبعا على الايميدازولين ريسبتور، في دوايين كده شغالين سيلكتيف على الايميدازولين ريسبتور، ما هماش مشهورين برضو، عندنا رايلمينيدين وموكسو نيدين. الحاجات دي سيلكتيف ايميدازولين ريسبتور، بتعالج بتستخدم في الهايبرتنشن، لان احنا اتفقنا ان الايميدازولين ريسبتور لما يحصل له اجونست في البريم يقلل السمباثيتك اوت فلو. ده بالنسبه لتاني ريسبتور معانا بنشتغل على الادويه اللي بنتكلم على الادويه اللي شغاله اجونست عليه او سيلكتيف عليه، هو الالفا 2 ريسبتور. تعالوا بينا بقى نتكلم على ريسبتور تاني. بعد كده هنتكلم في الحاجات اللي هي سيلكتيف بيتا 2 ادرينو ريسبتور اجونيستس، اللي هي بي اي اي بيتا 2 ادرينو ريسبتور اجونيستس. عامه كده يا جماعه لو عملنا اكتيفيشن للبيتا 2 ريسبتورز، طبعا هي موجوده في السموث ماسلز، في البرونكاي هتعمل برونكو دايليتيشن، في اليوترين سموث ماسل هتعمل ريلاكسيشن، في السكيلت المصل البيتا 2 هتعمل فازو دايليتيشن افكت في السكيلت المصل، في الماست سيلز هتعمل ايه؟ هتقلل الريليز بتاع الانفلاماتوري ميديتور اللي بتحصل نتيجه الايميديت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، في الليفر هتعمل جلايكوجينوليسيس اللي هو خروج الجلوكوز من الجلايكوجين في الليفر، وده بيحصل في الهاي دوز. ده كده شغل البيتا 2 المفروض ان احنا نكون عارفينه من غير ما نتكلم عنه. طب استخدامات البيتا 2 كلها عامه، احنا بنتكلم عامه دلوقتي كل ده عامه كميكانيزم، عشان ما لما نيجي نقول الدواء ما نقعدش نقول الميكانيزم بتاعه واستخدامه والكلام ده كله، نقول ما يميز كل دواء عن الاخر، ولكن احنا بنتكلم عامه عن الادويه دي او العيله دي نفسها. العيله دي المفروض ان هي تستخدم عامه في البرونكيال ازمه، تمام، ومرض في الكرونيك كرونيك ديزيز في اللنج بنقول عليه كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، ده الاختصار بتاعه كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. ده كده مرض بيحصل ضيق في التنفس عند الناس اللي عندهم المرض ده، والمرض ده مرض مزمن، يعني الشخص ده بيعاني منه من فترات طويله وبيفضل معاه ويستمر معاه لفتره طويله. برونكيال ازمه ممكن تبقى اكيوت وتبقى كرونيك، اكيوت لو هي حاله حاده او اللي هي في الوقت ده او في اللحظات دي وبنبدا ان احنا نعالجها، وطبعا نتيجه ممكن الاكيوت بتحصل نتيجه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن او الكلام ده كله، والكرونيك شخص اصلا بيعاني من كرونيك برونكيال ازمه، مرض مزمن في التنفس نتيجه طبعا كان بيعاني من بكتيريا في الجهاز التنفسي وما عالجهاش بمضاد حيوي كويس، والبكتيريا دي عملت يعني اثرت على الانسجه بتاعه الرئه وابتدى ان هو يجي له الامراض المزمنه دي. طبعا الامراض دي هنتكلم عنها بالتفصيل في جزء الريسبيراتوري سيستم في حلقات الفارماتيو، مش مهمتنا دلوقتي، مهمتنا ان احنا نعرف الدواء، لان احنا في الاوتونوميك بنتكلم على بيزك فارماكولوجي ما بنتكلمش على كلينيكال فارماكولوجي. ده بالنسبه للاستخدام المشهور للعيله دي، ولكن في ممكن يبقى كل واحد في بعض الادويه من العيله هنلاقي فيه استخدامات ليها تانية، زي الرايت تو دريم من احد الادويه اللي هندرسها دلوقتي، بيعالج البري ماتيور ليبر اللي هو بيستخدم في البري ماتيور ليبر اللي هو الولاده المبكره، بيتحكم في الولاده المبكره، والسالبيوتامول ممكن يستخدم في الامرجنسي هايبر كليما، اتكلمنا عن كده عن الموضوع ده قبل كده. ده حاجات تانية او استخدامات تانية، ولسه برضه هنتكلم عن استخدامات تانية للادويه دي ولكن ما هيش مصرح بيها. الروتس اوف ادمنستريشن، جملتين حلوين قوي او معلومتين مهمين جدا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا بختار الروت بتاعه الدواء نتيجه او بتعتمد اختيار الروت اوف ادمنستريشن بتعتمد على الديزايرد كلينيكال افكت اللي انا عايزه. يعني انا ايه؟ لو عايز مثلا بريماتيور ليبر في استخدام الرايت دي مش هينفع استخدمه انهاليشن، ممكن استخدمه عن طريق البارنترال الحقن. يبقى كل استخدام او كل طريقه بختارها على الطريقه اللي انا عايزها، عايز الافكت ايه، انا هستخدمه لايه، فبالتالي بختار الطريقه دي اول حاجه. تاني حاجه ان الانهيليشن روت، انا بقى عايز اوضح لكم ان احنا معظم الادويه دي هنلاقي منها صوره في صوره انهيليشن. انهيليشن روت ما هياش حاجه قليله ان هي تستخدم، لا ده هي حاجه بتعمل برونكو ديلاتيشن زيها زي الاورال زيها زي البارنتال، ما هياش قليله ان هي يعني البرونكو ديلاتيشن بتاعها ما هوش اقل من الاورال والبارنتال، ولكن السايد افكت مميز. ميزه الانهيليشن ان السايد افكت بتاعها قليل عن الاورال والبارنتال. طب السايد افكتس بتاعت العيله دي ايه؟ تاكي كارديا، بالبيتيشن يعني زياده في عدد الضربات، لان البيتا 2 اتفقنا ان هو موجود في الهارت ولكن بنسبه قليله، وبالتالي ممكن يعمل التاكي كارديا دي، خاصه لو تم استخدام الادويه دي عن طريق الحقن. تريمور لو استخدمت عن طريق الاورال او البرنترال ممكن تعمل تريمور، واتفقنا ان التريمور ده نتيجه الهايبوكاليميا اللي بتحصل نتيجه استخدام الادويه دي، نتيجه طبعا بتعمل فازو دايليتيشن في السكيلت المصل، فانت بتزود دخول البوتاسيوم داخل الخلايا وتقلل البوتاسيوم داخل يعني بتقلل البوتاسيوم في البلازما، ونتيجه ان هي بتدخل البوتاسيوم داخل الخلايا. اعراض طبعا تانية زي الانسوميا، انكزايتي، ديزنس، هيديك، نيرفوسنس، دي من الحاجات المشهوره جدا، عايزكم تعرفوا الاعراض دي كويس جدا يا جماعه للعيله دي، تمام.
الكلام ده كله هيتكرر. فاحنا بقى هنبدأ نقول الأدوية ونقسمها، والسايد افكتس بتاعتها معروفة واستخداماتها معروفة، والكلام ده كله اللي احنا قلناه ده كله معروف وبينطبق على الأدوية دي. ولكن هنقول ما يميز كل دواء عن الآخر دلوقتي. هنقسم العيلة دي لثلاث حاجات. أول حاجة باللون الأحمر زي ما احنا شايفين، شورت اكتنج بيتا ادرينو سيبتور اجونستس، SABA، شورت اكتنج بيتا ادرينو سيبتور اجونستس. ودي بتستخدم من 3 ل 4 مرات، لاربع مرات في اليوم. يعني الشورت اكتنج دي هتستخدم من 3 ل 4 مرات في اليوم. اول دواء معانا هنا هو ميتا بروترينول او اورسيبرينالين. الميتا بروترينول ده شورت اكتنج، بالاستراكشر بتاعه شبيه بالايزوبروترينول اللي خدناه في الحلقه اللي فاتت. ده ما بيحصلوش ميتابوليزم بالكاتيكول اورس ميثايل ترانسفيريز. الاورال دوز بتاعته 20 مللي، مش لازم نعرف الدوز، ولكن يهمنا قوي ان احنا نعرف ان هو الشورت اكتنج دي بتستخدم من 3 ل 4 مرات في اليوم. ده بالنسبه لاول دواء. تاني دواء معانا من الحاجات المشهوره جدا، سالبيوتامول، اللي هو ممكن نقول عليه اسم البيوتيرول. البيوتيرول او السالبيوتامول ده شورت اكتنج، يعني من 3 ل 4 مرات استخدامه في اليوم. ده طبعا الدوز بتاعته موجود في صوره اورال، سواء كان شراب او اقراص، موجود في صوره متر دوز انهيلر اللي هو انهيليشن، وفي كبسول موجود في صوره كبسول بيتم تكسيرها داخل جهاز ويتم استنشاق الباودر، يبقى موجود في منه كذا صوره، وده من الحاجات المشهوره جدا. استخداماته بقى اللي انا عايزكم تركزوا عليه، ليه استخدامات ثيرابيوتك، ودي اتكلمناها في اول سلايد شرحناها في العيله دي، اللي هو برونكوسبازم والكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. ده اول استخدام. استخدام تاني في الامرجنسي هايبركاليميا، الشخص اللي بيعاني من هايبركاليميا في الطوارئ ممكن ياخد سالبيوتامول، علشان طبعا السالبيوتامول بيزود البوتاسيوم داخل الخلايا وبيقلله، بيدخله في الخلايا قصدي، وبيقلله في البلاد او في البلازما. في بقى حاجه اسمها اوف ليبل يوزز. اوف ليبل يوزز مصطلح مهم جدا انك تعرفه، يعني استخدامات مشهوره لدواء ولكن لم يتم التصريح بها من الاف دي اي، لان اي استخدام او اي دواء بيتم استخدامه لازم يبقى واخد موافقه من الاف دي اي. الاستخدامات اللي هنقولها دي عن السالبيوتامول مش واخده موافقه ومشهور استخدامها، ولكن في دواء اسمه كلين بيوتيرول هو اشهر من السالبيوتامول في الاستخدامات دي، ولكن عشان السالبيوتامول رخيص ومش متوفر غير كلين بيوتيرول. كلين بيوتيرول مش متوفر غير مستورد واسعاره غاليه جدا، وهنتكلم طبعا عن كلين بيوتيرول دلوقتي، ولكن الايفكت بتاعه في الاستخدامات دي اللي هو اللي احنا هنقولهم دلوقتي افضل من السالبيوتامول، ولكن في ناس بتستخدم السالبيوتامول في الاستخدامات دي. بتستخدم في السالبيوتامول، بيستخدم في البادي بيلدينج، وخاصه بقى البادي بيلدينج الناس بتوع كمال اجسام بيستخدموا الكلين بيترول اكتر طبعا، لانه اقوى بكتير من السالبيوتامول في الموضوع ده. يعني ايه في البادي بيلدينج وفي الانيمال فيدنج، يعني في غذاء الحيوانات ان هم بيحط السالبيوتامول للدواجن والحيوانات علشان ان هي تزيد في اللحمه وتقل في الدهون. وفي البادي بيلدينج نفس الفكره، يزيد العضلات بتاعه الشخص بتاع اللي بيلعب جيم مع البروتين اللي بياخده طبعا، وبياخد الكريم بيترول بيزيد حجم العضل عنده وبيقل الدهون عنده، فبيعمل فات بيرنك. وفي ناس بتستخدمه للتخسيس، ان هم مش بيروحوا الجيم او ما بيلعبوش رياضه وما بياخدوش بروتين، بيستخدموا السالبيوتامول او الكريم بيترول للتخسيس علشان شغله في الميتابوليزم. الادويه دي يا جماعه البيتا 2 ادرينرجيك اجونست بتعمل ايه في الميتابوليزم؟ بتعمل لايبوليسيس اوبرتين سينسز. يعني ايه؟ يعني بتعمل لايبوليسيس تحلل فات بيرنينج، وبتعمل ماسل جين يعني بتعمل بروتين سينسز. وطبعا الكلام على الموضوع ده كلام كتير جدا. تاني حاجه من الحاجه اللي هي الاوف ليبل يوز اللي هو الدوبينج. دوبينج اللي هو المنشطات، اللي هي الناس اللي بياخدوا منشطات قبل الماتشات الكوره وقبل الرياضه اللي بيعملوها في المسابقات والكلام ده كله. وطبعا السالبيوتامول والكليمبيوترول من ضمن الحاجات اللي المعامل بتاعه الماتشات الكوره والالعاب الاولمبيات والحاجات دي بيكشفوا عن الادويه دي، بيكشفوا عن الادويه اللي هي البيتا 2 نتيجه، لان الناس بتاخدهم عشان يزودوا الكفاءه بتاعتهم ويزودوا الاداء الرياضي بتاعتهم. الناس اللي عندهم بتزود اللياقه الصحيه بتاعتهم طبعا، بخلاف ان هو بيعمل بيوسع الشعب اللي هو بيوسع التنفس، لا ده بيزود عمليه البرفورمانس اللي هي الكفاءه بتاعه اللعيب طبعا. وده من الحاجات اللي بتتكشف عنها، وفي ناس كتير جدا اتمسكت او اتوقف المسابقه بتاع اتوقفت من المسابقات لانهم وجدوا عندهم ان هم بيستخدموا مواد السالبيوتامول او الكليمبيوترول، خاصه ماده الكليمبيوترول. ده بالنسبه للسالبيوتامول. ماده التيربيوتالين، التيربيوتالين ده برده شورت اكتنج، بتستخدم من الحاجات اللي بتستخدم 3 ل 4 مرات طبعا، مش مهم ان احنا نعرفه، ولكن يهمنا قوي انك تعرف ان الشورت اكتنج دي من 3 ل 4 مرات ليها ثيرابيوتيك يوز، اللي هو البرونكوس باز ليها اوف ليبل يوز. يعني ايه اوف ليبل يوز؟ زي ما اتفقنا ما بتبقاش مصرحه من الاف دي اي،
اول حاجه البريماتيور ليبر، ان هو مستخدم في البريماتيور ليبر اللي هم الناس اللي عندهم الولاده المبكره، بيستخدم عشان ياخر عمليه الولاده. في حقن اسمها البريسين، دي بتحتوي على التربيوتالين، دي اكتر من الحاجات المشهوره جدا استخدامها في البريماتيور ليبر، ان هي بتتحقن سب كيوتينوس بتركيز 25% مللي جرام كل 20 ل 60 دقيقه لغايه لما يحصل ريلاكسيشن لليوتيريان وترجع الست الطلقه او الطلقه او اللي هي هتولد يبدا يرجع مره اخرى تاني، عشان يبدا الدكتور عايز ياخرها من الولاده ما تولدش ولاده مبكره والجنين ينزل في ولاده مبكره. ولكن مع استمرار التحذيرات اللي بتحذر الاف دي اي ان ممنوع استخدام التربيوتالين في الحالات دي، بتنزل تحذيرات ان في تحذير ان التربيوتالين يا جماعه في اف دي اي وورنج مشهور جدا للتربيوتالين ممنوع استخدامه في تطويل عمليه البريماتيور ليبر من 48 ل 72 ساعه، نتيجه ان هو ده من ضمن الحاجات اللي هي كاتيجوري سي للست الحامل، بخلاف طبعا لان في حاجات يعني زي الرايتوترين والحاجات اللي هنقولها دلوقتي سيف عن الموضوع ده، ولكن ما يزال حتى هذه اللحظة من ضمن الحاجات المشهورة في البريماتيور ليبر هو استخدام التربيوتالين، وما زالت الـ FDA بتعمل وورنج للموضوع ده. تاني حاجة هو البرايابيزم، البرايابيزم ده هو بريزيست للبنايل إريكشن، يعني في إريكشن بيبقى في مستمر، وده بيبقى حالة مرضية ممكن نتيجة استخدام دواء معين أو حاجة حصل في بريزيست للإريكشن وفي بيبقى في بين، فبالتالي المريض ده بيتوجه والدكتور بيبقى عايز طبعا الإريكشن ده نتيجة الفازو دايليتيشن إفكت والكلام ده كله، فبالتالي بيديله أورال تربيوتالين، ولكن البرولونج إريكشن اللي بيبقى إفكتيف في استخدام التربيوتالين أقل من 4 ساعات في الديوريشن بتاعه، يعني لو الإريكشن ده فوق ال4 ساعات يبقى استخدام التربيوتالين هيبقى إن إفكتيف، نتيجة هو بيعمل ريلاكسيشن للكوربس سموث ماسلز اللي موجودة في البيبس. ده بالنسبة لي استخدامات مشهورة جدا للتربيوتالين، ودي حاجات غير مصرح بيها. حاجات تانية شورت اكتنج ليفو سالبيوتامول او ليفو البيوتيرول، ده ار انانتيمر من السالبيوتامول، ولكن الدواء ده يا جماعة لما جم صنعوه يعني لما جم صنعوه قالوا ان ده افضل من السالبيوتامول اللي هو الليفو سالبيوتامول، ده قالوا ان هو افضل من السالبيوتامول واحسن منه في الثيرابيوتيك افكت، ولكن الابحاث اللي اتعملت حاليا في بحث اتعمل في 2013 البحث ده اكد ان مفيش اي فايده زياده او مضافه عن استخدام الليفو سالبيوتامول عن السالبيوتامول، يعني البحث ده اكد ان استخدام الليفو سالبيوتامول زيه زي استخدام السالبيوتامول، مفيش اي تاثير او فرق بينهم، بخلاف الابحاث اللي اتقدمت قبل كده ان الليفو سالبيوتامول افضل من السالبيوتامول في الافكت والسايد افكت والكلام ده كله. عندنا البيربيتيرول، البيربيتيرول ده شورت اكتنج بيشتغل في الازمه والكرونيك اوبستراكت بالمونري ديزيز. عندنا الرايتودرين، ده من الحاجات اللي عايزك تعرفها كويس جدا ان الدواء ده رايتودرين ده اسمه توكوليتيك دراج، يعني عيله من العائلات الادويه اللي هي ليها توكوليتيك افكت، هو بتاخر الطلق نتيجه الريلاكسيشن بتاع اليوتيريان اللي بيحصل في اليوتيريان، وبيعمل ستوب للبريماتيور ليبر، وده كاتيجوري بي بخلاف التربيوتالين. ولكن عايز اقول لكم الرايتودرين مشهور استخدامه طبعا، والتاني التربيوتالين مشهور استخدامه في الحالات دي، ومع التحذيرات اللي عملتها الاف دي اي في استخدام التربيوتالين. بعد كده ادويه شغاله لونج اكتنج بيتا 2 ادرينال ريسبتور اجونيست، بنختصرها ال اي بي اي، تستخدم مرتين في اليوم. ما ينفعش ان احنا نستخدم الادويه اللونج اكتنج في حالات الاكيوت، لان الحالات الاكيوت بتبقى غالبا محتاجين لها حاجه شورت اكتنج. عندنا اول دوين معانا فورموتيرول سالميتيرول، من ضمن الحاجات اللي بتستخدم مرتين في اليوم، التاثير بتاعها بيستمر ل 12 ساعه واكتر شويه. الثيرابيوتيك يوزز بتاع الدوين دول تريتمنت اوف ازما، وهنا حابب ان احنا نوضح حاجه مهمه جدا في علاج الازمه بالادويه اللي هي اللونج اكتنج. الادويه اللونج اكتنج لما نيجي نستخدمها سواء الدوين دول او الادويه اللي هنتكلم عنها كمان شويه لونج اكتنج، لما نيجي نستخدمها في علاج الازمه ما ينفعش ان احنا نستخدمها لوحدها، لازم نستخدمها في صوره كومباينيشن، وغالبا الكومباينيشن ده بيبقى كورتيزون. ليه؟ لان في حالات تم قبل كده في حالات استخدموا معاها الادويه اللونج اكتنج في صوره مونوثيرابي يعني لوحدها من غير ما يستخدموا الكومباينيشن مع الكورتيزون، وجدوا ان الحالات دي جالها ازمه وماتت. الحالات دي بنسميها ازمه ريليتد ديث، لذلك في تحذيرات نزلت على الموضوع ده، لازم لو الادويه دي اللونج اكتنج هتستخدم في حالات الازمه لازم تستخدم في صوره كومباينيشن، وهنتكلم عن التحذيرات دي دلوقتي حالا، ولكن لما نخلص الاستخدامات. ده اول استخدام. تاني استخدام كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز،
ده طبعا ممكن نستخدم العلاج ده لوحده، اللونج اكتنج لوحده مونو ثيرابي، او ككومبينيشن مع الكورتيكوسترويدز. ثالث استخدام بيفور اكسرسايز. طبعا في يا جماعه في بعض الناس لما يجي يعملوا اكسرسايز او يجروا او يمارسوا الرياضه بيجي لهم برونكوس باز، بيبقى اسمه اكسرسايز انديوسد برونكوس باز، ممكن هم يستخدموا الادويه دي. طب ايه هي التحذيرات لاستخدام الادويه اللونج اكتنج في حالات الازمه؟ ال اي بي اي ممكن ان هي تزود الريسك اوف ازمه ريليتد ديث، اللي هي الازمه اللي بتيجي خاصه في الاطفال. لذلك ما ينفعش ان احنا نستخدمهم في علاج مونوثيرابي، لازم نستخدمهم في علاج الكومباينيشن، علشان ككومباينيشن عشان نقلل الازمه ريليتد ديث. يبقى حالات الازمه عامه لا، يعني يفضل ان احنا نستخدم حاجات شورت اكتنج. اما الكرونيك اوبستراكتبل مونز عشان ده مرض كرونيك وبيستمر عليه طويله فتره طويله، فاحنا يفضل ان احنا نستخدم حاجات اللي هي لونج اكتنج. اما لو هنستخدم اللونج اكتنج في الازمه لازم نستخدم اللونج اكتنج معاها كورتيزون. طب الكونتر اندكيشن طبعا معروف، اللي هو ان احنا لو استخدمنا الادويه دي مع الناس اللي عندهم ازمه خاصه الاطفال بدون استخدام الكورتيزون. ده اول دوائين معانا. تاني دواء معانا هنا هو الكلين بيوتيرول. كلين بيوتيرول ده لونج اكتنج بيتا 2 اجنس، ولكن الدواء ده كده ليه بعض الحاجات اللي عايزين نتكلم عنها. الدواء ده غالبا بيستخدموه علشان ليه افكت قوي جدا على البادي ميتابوليزم، بيزود الفات بيرننج الليبوليسيس، وبيزود الماسل جين اللي هو البروتين سيس. فلذلك ليه هنلاقي ليه استخدامات، مش فقط مش استخدامات بشريه، هنلاقي فيه استخدامات بشريه واستخدامات بيطريه. اول الاستخدامات البشريه ان هو بيستخدموه طبعا في الازمه والكرونيك اوبستراكت بالمونر ديزيز، نتيجه ان الدواء ده اصلا زيه زي الادويه اللي فاتت اللي اتكلمنا عنها ما فيش اي مشكله، ولكن الفرق ان الدواء ده الافكت بتاعه على البادي ميتابوليزم اقوى منهم من الادويه الثانيه. طب في استخدامات ليه هي عباره عن اوف ليبل يوز زي البادي بيلدينج زي ما اتكلمنا، والوايت لوس والانهانس بيرفورمانس، والكلام ده اتكلمنا عنه في السالبيوتامول. هتلاقي الدواء ده يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بيبيعوها في الجيم. طبعا الناس اللي بتروح الجيم او كده هتلاقي فيه ادويه بتتباع كده مع البروتين اللي بيتاخد في الجيم والكلام ده، هتلاقي فيه من ضمن الادويه الكلين بيوترول. هتلاقي سعره على فكره من الاسعار الغاليه، لان الدواء ده بيجي استيراد خاص، يعني بيجي متهرب وبيتباع باسعار غاليه. طبعا هنا انا بتكلم على الكلام ده هنا في مصر. طب ده بالنسبه للكلين بيوترول، وفي ناس كتير دلوقتي تشكر لك ده دواء جامد جدا وملوش اعراض، واحد يقول لك ده بيعمل تاكيكا، يعني بيعمل سرعه في ضربات القلب، وفعلا بيعمل سرعه في ضربات القلب، لان احنا اتفقنا الادويه دي عامه لو استخدمت اورال او كده ممكن ان هي تعمل بالبيتيشن او تاكي كارد، نتيجه ان هو بيشتغل على البيتا 2 ريسبتور اللي موجوده في الهارت، اللي هي كميات قليله. هتلاقوا كلام كتير جدا في موضوع الكلين بيوتيرول. بالنسبه للاستخدامات البطاريه طبعا بيستخدم في الحصانه. طبعا الكلام ده احنا بنتكلم على الفارماكولوجي، طبعا انا معاكم ان احنا بنتكلم على الادويه شغاله على هيومن طبعا، ولكن لو قلنا معلومه بسيطه عن دواء بيستخدم ليه مجال واسع جدا وكلام كتير جدا في استخدامات بطاريه، فدي حاجه طبعا هتفيدنا كمعلومه لينا احنا. ده بيستخدم في الطب البيطري كبرونكو ديليتور في الحصنه او الخيول، وبيستخدم طبعا في مجال كبير جدا في الانيمال برودكشن. ده اللي احنا عايزين نوضح لكم المعلومه دي، ان الدواء ده من ضمن الادويه اللي تم فيها لها براندات كتير جدا في البيطري للانيمال برودكشن. ليه بقى؟ لان الحاجات الادويه الدواء ده بيقلل نسبه الدهون في الحيوانات، في الحيوانات اللي بتتربى بيقلل نسبه الدهون فيها بنسبه كبيره جدا قد تتجاوز 30%، وبيزيد نسبه اللحوم فيها الى نسبه 40%. تخيلوا النسب، فبالتالي اللحوم اللي منتجه تبقى قليله جدا في الدهون وكتير جدا في اللحمه نفسها تبقى كتير والدهون تبقى قليله. ودي طبعا عندنا البراندات اللي موجوده جدا، وفي طعام اسمه مسمينه كده تايسون فود بيحتوي على ماده الزلباتيرول، ده من احد المواد الشبيهه بالكلين بيوترول، لان الكلين بيوترول ما هواش الماده الوحيده اللي بتستخدم في كذا ماده شبيهه بيه او بتستخدم في اللي هو الانيمال برودكشن. كان في دواء تاني اسمه الراكتوبامين زيه زي الكلين بيوترول، موجود طبعا في بيستخدم في الانيمال برودكشن. ده بالنسبه للمعلومات الخاصه بالكلين بيوترول. اخر حاجه معانا هنا في البيتا 2 هي الالترا لونج اكتنج بيتا 2 ادرينو ريسبتور اجونيستس. الترا ال اي بي اي هو دواء وحيد موجود في المجموعه دي، بيستخدم مره واحده بس في اليوم. الدواء ده اسمه انداكاتيرول. داكاتيرول ده يا جماعه من ضمن الادويه اللي اتكلمنا عنها في قبل كده، وقلنا الدواء ده يا جماعه مهم، وده دواء جديد دلوقتي. الدواء ده يا جماعه احنا دلوقتي بنسجل الحلقه في مارس 2015،
في طبعا الدواء ده نزل مصر حوالي من سنه تقريبا، وابتدى يبقى دلوقتي في الفترات في الشهور الحاليه ناس كتير كانت بتسال عنه، لانه بيخش لهم روشتات مكتوب فيها الاوني بريز، ده البراند المشهور جدا او البراند اللي موجود في الدواء ده، لان الدواء ده بيستخدم مره واحده في اليوم في علاج حالات الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. الدواء ده كان بيخش في روشته، وممكن يبقى الصيدلي ما يبقاش عنده معرفه بالدواء لان الدواء جديد. الدواء ده موجود ومتوفر حاليا، وفي دكاتره بتوصفه لان هو يعتبر من الحاجات الكويسه جدا في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، نتيجه ان هو بيستخدم مره واحده في اليوم في نفس الوقت اللي بيتم استخدامه ده. ولكن هنا التحذير اللي اتفقنا عليه اللي هو الازمه ريليتد اس، طبعا هو كونتر انديكيتد في الناس اللي عندهم ازمه لو استخدموه لوحده من غير ما يستخدموا معاه كورتيزون. طبعا هو بيتوصف في الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، في منه تركيزين طبعا 150 و300، والدواء ده دواء تبع شركه نوفارتس، هو دواء استيراد استيراد رسمي يعني تابع لشركه استيراد هنا في مصر، هنشوفه في الصيدليه. من ضمن الحاجات اللي انا عايزكم تعرفوها كويس جدا عشان تبقوا واقفين في الصيدليه ما فيش حاجه تبقى تعدي عليكم او كده. ده بالنسبه للدواء ده. عندنا بقى اخر حاجه خالص، حاجات سيلكتيف على البيتا 3 علشان ما نبقاش نسينا ريسبتور ولا حاجه وما يبقاش ظلمنا البيتا 3 معانا. دواء اسمه ميرابيجرون، ميرابيجرون ده سيلكتيف بيتا 3 اجونست، ولكن هنا هيشتغل بقى شغل، هتلاقي شغل غريب شويه، ان هو بيشتغل على البيتا 3 اللي موجوده في السموث ماسل في البلادر، بيعمل ريلاكسيشن للمسل بتاع البلادر وبيزود بلادر كاباسيتي، بيستخدم في علاج الاوفر اكتيف بلادر سيمبتومز اللي احنا اتكلمنا عنها من حلقات سابقه قبل كده. ولكن من ضمن الادفرز افكت بتاعه الدواء ده ان هو بيزود البلاد بريشر، ما ينفعش يستخدم مع الناس اللي عندهم ضغط دم مرتفع كده. يا جماعه بقى احنا خلصنا حلقتنا، تعالوا بينا قبل ما ننهي الحلقه نروح فقره الصيدليه. فقره الصيدليه هناخد اول دواء معانا هو الدوبيوتامين، زي ما احنا شايفين الدوبيوتريكس اللي هو او في منه دوبيوتامين براند نيم. دوبيوتامين ده من ضمن الحاجات اللي هي سيلكتيف بيتا 1 اللي بتستخدم في الاكيوت هارت فيلر. تاني حاجه هو الفينول دوبام اللي هو من الحاجات اللي هو مشهوره جدا كرولوبام، ده من الحاجات اللي هي برده بتستخدم في الطوارئ ولكن في علاج الاكيوت سيفير هايبرتنشن. هنتكلم عن الفينايل افرين المشهور جدا في لوحده كده، موجود لوحده في بريفرين قطره عشان احمرار العين، نتيجه ان هي ده طبعا ليه فازو بريسر او فازو كونستريكشن افكت على الاوعيه الدمويه المتسعه في العين. طبعا موجود ككومباينيشن مع حاجات بتستخدم في علاج البواسير زي الاتش فورمولا، ده من احد الادويه المصريه المشهوره جدا في علاج البواسير اللي هو ككومباينيشن، يعني هو داخل مع ادويه تانية زي الليدوكاين زي ما اتفقنا. وده البريبريشن اتش من اشهر البراندات في علاج البواسير، وده موجود هنا في مصر ولكن استيراد خاص. ده من ضمن الحاجات البريبريشن اتش ده مشهور جدا في علاج الهيمورويدز، موجود من احد مكوناته هو الفينايل افرين عشان هو ليه فازو كونستريكشن افكت. تعالوا بينا نتكلم على المادرين، ده من الحاجات اللي هو الجاترون بيستخدم ليه فازو بريسر، فبيستخدم في الاورثوستاتيك هايبوتنشن سيمبتومز. وهنتكلم عن الاربع ادويه اللي اتكلمنا عليهم اللي هم مشهورين جدا في قطرات كتير جدا، وكل قطره من دي ليها كذا حاجه صغار وكبار وبخاخه وقطرة انواع كتير جدا. عندنا اللي هو النفاكون اللي هو فيها النفازولين وتترا هيدروزيلين اللي هو الفايزين، والفايزين منها انواع كتير جدا، وزي الاوميتازولين اللي هو الاوتروفين، انواع برضو بخاخه ونقط وانواع كلها بتستخدم في النيزل دي كونجستشن. والنفاكون هنا بتستخدم في احمرار العين. اوكسيميتازولين خلي بالكم من المعلومتين اللي قلناهم في الاوكسيميتازولين، ده بالنسبه للحاجات دي. تاني حاجه اللي اتكلمنا على الالفا 2 ريسبتورز اللي هو الكلونيدين كاتابريس، قلنا ان في منه تابلت وفي منه باتش، وقلنا الباتش بتستخدم كل اسبوع، دي بتستخدم مرتين في اليوم. اتكلمنا كمان على الالفا مثال دوبا اللي هو بيستخدم في الهايبرتنشن عند البريجننت، دي الالدوميت من الحاجات المشهوره جدا. اتكلمنا عن الالفا جان قطره اللي بتستخدم في الاوبن انجل جلوكوما. اتكلمنا عن الديتوكسيدين، الحاجات الدواء مشهور جدا اللي بيحتوي على ماده الليفوكسيدين اللي هو من الحاجات اللي هي اللي بنقول عليها الكلونيدين لايك دراج، اللي بيستخدم علشان الناس اللي عندهم withdrawal symptoms اللي هم بيتعالجوا من الترامادول او بيتعالجوا من المورفين او الافيون او الكلام ده كله، اللي بيظهر لهم اعراض ممكن ده بيدخل ضمن العلاج، يعني بيبقى ليهم علاج طبعا كذا دواء، ولكن ده من احد الادويه اللي بتدخل في العلاج ده. طبعا اتكلمنا عن دواء اللي هو البريمونيدين من الحاجات اللي هي تم استخدامها في الروزيسي اللي هو احمرار الوجه نتيجه ان هو بالتركيز اللي قلنا عليه ده، وده من الحاجات الجديده اللي بيتم استخدامها. طبعا اتكلمنا عن الادويه اللي هي البيتا 2 سالبيوتامول من الحاجات المشهوره جدا، اشهر براند الفينتولين سواء كان اقراص او شراب او بخاخه. طبعا في فينتولين محلول ده موجود برضو في مصر، ولكن موجود في مصر استيراد خاص، بيبقى محلول كده بيتحط في نيوبلايزر يحتوي على ماده السالبيوتامول.
كمان اتكلمنا عن رايت تو دريم اللي هو بيستخدم في بريماتيور ليبر، في منه الحقن دي زي ما احنا شايفين في الاول بيدوا الحقن وبعدين بيخلوا الست تبدا، الست الحامل تبدا تاخد الاقراص وتكمل بالاقراص. طبعا اتكلمنا عن الفورموتيرول والسالميتيرول، الحاجات اللي هي اللونج اكتنج ال اي بي اي، في منها طبعا الكبسولات اللي احنا بنحطها في الجهاز ونستنشق الباودر اللي فيها، وفي منها الديسكس، الديسكس اللي بيبقى فيها من جوه الكبسولات او الباودر من جوه بيتم زي بالظبط المسدس، لما بنعمل المسدس ونعمل الطلقه فالطلقه تدخل في المكان بتاعها علشان يتم اطلاقها بالظبط. الفكره ان احنا بنجيب الديسكس دي الناحيه دي فبتبدا الكبسوله والتابلت يخش ونبدا ان احنا نستنشق. ده بالنسبه لفكره الديسكس. عندنا كمان الكلين بيوترول. الكلين بيوترول ده من ضمن الحاجات اللي موجوده، الكلين بيوترول اللي هو السبايروبينت، والكلين بيوترول ده اسمه كده براند اسمه كلين بيوترول، دي من الحاجات اللي هي مشهوره جدا في الجيم ان هي بتستخدم في التخسيس او بتستخدم في البادي بيلدينج. زيلماكس ده من الحاجات المشهوره في الانيمال برودكشن بره، طبعا مشهور جدا الكلام ده. طبعا اتكلمنا على الانداكاتيرول اللي هو اوني بريز، نعرف جدا او نهتم جدا بشكل العلبه اللي هو ده الترا لونج اكتنج بيستخدم مره واحده في اليوم، وده بيبقى تركيزين 150 وفي منه تركيز 300. طبعا دي الجهاز اللي بنحطه فيه الكبسوله والكبسوله بتتهري وبنبدا ان احنا نستنشق. بعد كده اتكلمنا على البيتا 3، قلنا في حاجه بيتا 3 اجونست اللي هو دواء اسمه ميرابيجرون. ميرابيتريك ده من ضمن الادويه الجديده اللي بتستخدم مره واحده في اليوم في الاوفر اكتيف بلادر. وكده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من حلقه النهارده. اتمنى يا جماعه الحلقه تكون عجبتكم، معلش هي الحلقه فيها ادويه كتير، ولكن لو فهمنا كل الريسبتور ماشي ازاي هنلاقي الموضوع بسيط جدا، كل علينا ان احنا نعرف ونحفظ اسماء الادويه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.